طيب أحبابي، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. وفي حديث لا بأس بسنده ينادي مناد أي يوم القيامة: فليقم من له حق على الله، أي ليدخل الجنة بلا حساب، فلا يقوم إلا العافين عن الناس. هل عند واحد تصدقون يا أحبابي اللي يخطون في حقنا لهم تراهم لهم جميل علينا، لأنهم أخطوا في حقنا يتولد من خطاهم عبادة، والعبادة ذي يصفح. واحد يقول: كنت كل ما أخطأ عليه واحد دعيت عليه ولعنته حتى لو بالسيارة لف علي، يقول: فقال لي أحد: أنت الآن لعنته يمكن اللعنة ترجع عليك وحرقت أعصابك وتعب، وش رايك تحطها منهج من أخطأ عليك تدعو له؟ جميل، ادع له، الله يوفقك، الله يعتقك، الله يكفيك شر نفسك، الله يزيدك، الله يحفظك، الله يغنيك، يصلح ذريتك، الله يقضي دينك. لا، بعضهم يقول: الله يهديك وهو حاطن ضروسها يا أبو، الله يصلحك، كاظم ما يخالف. نعم، ولا يقول مثل ذاك، يقول واحد بيدي عليه بس ما يقدر، قال من يبقى لنا الله ياخذك، قلتها الله يعبد، من يبقى لنا الله ياخذك وحط فاصلة، صار الله ياخذك ذي. تجد بعضهم معتقد يا أخي ادع لهم، الله يجعلهم في الجنة، جاء الله يجعل من أخطأ علينا أن جعل خطأه علينا باب لجنته وللمغفرة عند ربه ويتوب عليه ويرزقه.